مشوار طويل يا كابتن وتاريخ، وشايف حضرتك بتبتسم في بعض اللقطات وبعض الاجوان بتضحك، وحاسس انك تاني بترجع للذكرى للملعب، حاسس ان حضرتك وانت بتتفرج بيجي لك نفس الشعور او احساسك بالملعب واحساسك بالهدف بيرجعك تاني. ودايما حضرتك عارف بنقول افضل فترات حياتنا هي اللي جوه المستطيل الأرضي. طبعا طبعا، لا انا كل جون ليه ذكريات رهيبه معايا بفتكرها. طبعا انا هقول لك جون المصري ده اللي كسبنا فيه الكاس 1-0 اللي كان في ملعب مقاولين العرب. قبل الماتش باسبوع بروح النادي اتمرن، وانا ساكن في مصر الجديده، فكنت برجع اروح ملعب المقاولين، يعني اخلص تمرين في النادي بعد ما تخلص تمرين في الجزيره اروح الملعب المقاولين، وانا مروح في سكتي واركن وانزل اتمشى في الملعب. ويعني فانا الماتش ده انا مش هقول لك الجون اللي انا جبته، انا شايفه من قبل ما اجيبه، يعني شايفه ازاي يا كابتن من قبل ما هو بقى دي حاجه يعني بتفكر فيه ولا بتتخيله لا ولا؟ انا كان يعني يمكن قبليها قبل الماتش دون كان الكابتن مصطفى يونس اتكلم معايا على طول يقول لي خالد ربنا يكرمك تجيب جون، دي بتبقى في التاريخ، ولو كسبنا بالجون دون بيتكتب على الكاس الاسم. يعني كان ذكرى كويسه بيحفزني. فزي ما بقول لك وانا مروح اعدي على ملعب المقاولين. ايوه بس يا كابتن الفكره في الملعب. ليه بقى يعني تتمشى في ملعب بتاخد احساس يعني بتحضر للماتش قبل، باخد احساس المكان. احساس المكان اللي انا بلعب فيه والمساحات اللي انا حجر فيها وبدعي شويه ربنا سبحانه وتعالى وبقرا قران شويه، يعني شويه طقوس كده. فقبل الماتش بيوم انا كنت متاكد ان هتسجل هجيب جول وهنكسب بيه. ويمكن في الماتش دون بعد واحنا كسبانين 1-0 بعد ما جبت الجون دون كابتن محمود الخطيب يمكن ثلاث اربع فرص وكورتين منهم جون في القايم، يعني الكوره برده مش عايز تخش، هي مكتوبه لك الماتش يطلع 1-0 باسمك. فدي من الذكريات الجميله جدا. كل الاهداف اللي انا شفتها دي طبعا ذكريات حلوه.